السلام عليكم. اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، الحلقة 88، قضية عمر بن زلون. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre 2022, épisode 88. Omar Ben Jelloun, numéro 7. في هذه الحلقة غادي نستمر على القضية ديال عمر بن جلون. لو 20 ديسمبر 1975، عبد الكريم موطي شيف دو لا شبيبة الإسلامية دوبوي سا كرياسيون او 1967-68، كيتا ترانكيلمون l'aéroport Mohamed V de Casablanca à destination de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Fliom de la 20 décembre 1975, Zahim de la Chabib al-Islamia, Abdelkrim Mouti, مشى من ودع المغرب ومشى في طائرة من الدار البيضاء اتجاه مدينة الرياض العاصمة ديال المملكة السعودية. لو ميم جور ces deux adjoints, Ibrahim Kamel et Abdelaziz Nouhmani, furent placés dans un lieu sûr. Pendant quelque temps, pour échapper au SRPJ de Gaza et à la justice. Les adjoints de Khulafa Diel Al-Krim Moutia, la DST qu'il fait bihom, d'ailleurs, واحد المكان اللي هو مضمون باش يهربوهم من الشرطة القضائية واحد المدة، وباش يبعدوهم من العدالة واحد المدة. لونكيت دو اس ار بي جي دو كازابلانكا فيت انسي انتيرومبو 48 اور ديرون à la suite de l'intervention conjointe de Mohamed Hachachi et Idriss Basri auprès du commissaire du divisionnaire, chef de la sûreté régionale de Casablanca. Sûreté l'Iqlimia, l'Qadaïa, dans le cadre de ولكن وقفات البحث ديالها 48 ساعة باش يمكن لهم، وقفات البحث ديالها 48 ساعة على حسب الطلب اللي داروا اللي دارت لا دي اس تي العميد الإقليمي رئيس الأمن الإقليمي ديال الدار البيضاء.
le même jour, هذا البحث ديال لا بوليس جوديسير توقفت 48 ساعة على حسب الطلب اللي داروه كونجوانتومون، اللي داروه بجوج الرؤساء محمد العشاشي ودريس البصري، اللي داروه العميد الإقليمي رئيس الأمن ديال الدار البيضاء. لو ميم جور لي كاتر بوليسي دو لا دي اس تي كي سوبرفيزي لونكيت دو اس ار بي جي افي رومي او فامي دي ويت اتاسا لارجون كو لور افي برومي لا في موتير. وفي نفس النهار ربعة ديال الضباط ديال لا دي اس تي اللي مكلفين اللي تبعوا هذا الملف مزيان واللي كانوا تسلموا الفلوس اللي عطاهم مطيع عبد الكريم مطيع، سلموا هاد الفلوس اللي عطاهم لثمانية ديال العائلات ديال هادوك المجرمين. لو 21 ديسمبر لو شيف دو اس ار بي جي دو كازابلانكا لونسا انفان تروز افي دو ريسيرش كونسيرنون لي نومي عبد الكريم مطيع، ابراهيم كمال، عبد العزيز النعماني au poste frontière du pays, aux aéroports, aux ports maritimes, aux sûretés régionales, au commissariat de circonscription et à la gendarmerie royale. في النهار ديال 21 ديسمبر 1975 رئيس الأمن الإقليمي، لا رئيس الشرطة الإقليمية ديال الدار البيضاء لونسا لونسا واحد ديزابي دو ريشيرش كونسيرنون المسمى عبد الكريم مطيع، المسمى ابراهيم كمال، والمسمى عبد العزيز النعماني. هاد ديزابي دو ريشيرش صيفطهم لي بوست فرونتيير ديال المغرب، وصيفطهم للمطارات ديال المغرب، وصيفطهم للمراسي البحرية ديال المغرب، وصيفطهم لجميع الأمن الإقليمي اللي كاينين في المغرب، وجميع الكوميساريات الصغار اللي كاينين في المغرب، وصيفطهم كذلك لجوندارمري رويال. سي تروا دافي دو ريشيرش نو دونير بيان انتوندو اوكان ريزولتا جوسكا سو جور. هادوك ثلاثة ديال لي زافي دو ريشيرش لي لونسا لو شيف ديال دو اس ار بي جي دو كازابلانكا لو 21 ديسمبر 1965، هادوك لي تروا زافي دو ريشيرش ما غادي يعطو حتى شي نتيجة، حتى الآن لي كاتر بوليسي دو لا دي اس تي كي سوبرفيزي لونكيت دو دو اس ار بي جي انكيت ريستي à jamais incomplète, pleine de mystères et de points d'interrogation. Et pour compliquer davantage le travail du juge d'instruction. يعني هادوك الربعات الضباط مكلفين بهذا الملف اللي متبعين من قريب هذا الملف، دوك الربعات الضباط ديال لا دي اس تي
راني غنتكلم عليهم من بعد. هادوك 4 ضباط داروا جميع الوسائل باش يعطلوا هاد الملف وباش يديروا مشاكل لقضية التحقيق في هاد الملف. هادوك المجرمين ب8 تقدموا لـ8 اساسان فور بريزونتي دوفون لو بروكيور دو روا دون لي ديلي بريفو بار لا لوا. هادوك المجرمين ب8 تقدموا للوكيل ديال الملك في السوائل القانونية في السوائل القانونية اللي مسموح بها القانون. لو جوج دانستركسيون شارجي دو سو دوسي رونكونترا دي ديفيكولتي انورم بور بوكلي سون افير pendant plusieurs mois, car les obstacles délibérément dressés par la DST étaient partout. قاعدة التحقيق اللي تكلف بهاد الملف لقى صعوبات كثيرة باش يبين الحقيقة، لأنه هو كانوا المشاكل عنده من كل جهة، كانوا لان هو دوك 4 ضباط ديال ديستي داروا ليه مشاكل في كل بلاصه في هاد البحث ديالو. دي زاسا في جوجي او كور دان بروسي سكاندالو. هاد 8 مجرمين غادي يتحاكموا في واحد المحاكمة اللي كانت تري سكوندالوز. وكانت فيها بزاف ديال لو روبونديسمون سبيكتاكولير. مي ابري كلكو زاني لي بين كابيتال دي بين في هاد المحاكمة نطقو بدي بين كابيتال ونطقو بإحكام بالإعدام ونطقو بإحكام اللي فيهم المؤبد. مي كلكو زاني أبري لي بين كابيتال فير كومي اون ريكلوزيون أ بيربيت، ces derniers passant à des prisons de 30 ans de prison, mais encore avec l'amnistie royale de 1998, 6 assassins de Omar Ben Jelloun furent libérés. Fahad al-Hukm, Sinin, Bad al-Hukm, هاد الحكم الاحكام بالاعدام اللي كانت غادي يردوها احكام بالمؤبد، ومن بعد غدوز من المؤبد غدوز الاحكام ديال 30 سنه ديال السجن. ومع لامنيستي رويال ديال 98 دو 98 6 اساسان دو عمر بن جلون فور ليبيري. في لامنيستي رويال ديال 1998 6 من المجرمين اللي قتلوا عمر بن جلون غادي يخرجوا من السجن. Pendant leurs années de détention à Casablanca,
dans la prison d'Orbila avant de passer à Okacha par la suite. في المدة اللي السنين اللي دوزو هاد ثمانية المجرمين في السجون ديال الدار البيضاء، كانوا بداو في السنة ديال في السجن ديال غبيلة قبل ما يدوزو للسجن ديال عكاشة من بعد، لي سيز لي داز سان د عمر بن جلول افي براتيكمون لو ستاتو لي ديتوني بوليتيك. هاد ستة المجرمين ديال عمر بن جلول كان عندهم ستاتو ديال المقبوطين السياسيين، ديال السجناء السياسيين، يبينيفيسي دوتر زافونتاج كي نافي جامي ايتي اكوردي ا اوكان ديتوني بوليتيك دون ليستوار دو لادمينستراسيون بينيتونسيار. ولكن كانت عندهم كذلك بزاف ديال لي زافونتاج اللي ما عمرهم ما تعطاو لشي مسجون سياسي في التاريخ ديال السجون ديال المغرب. Il faisait la pluie et le beau temps dans tous les quartiers et pavillons de la prison. Les مجرمين كانوا هما اللي كيتحكموا داخل السجون، كانوا هما اللي كيديروا اللي بغاو في لي بافيون وفي لي كارتي ديال السجون. Ils intervenaient en faveur de certains détenus, quand ils entraient les salaires après les messagers. Ils sortaient à l'hôpital 3 à 4 fois par semaine, ou quand ils sortaient de l'hôpital 3 à 4 fois par semaine, à chaque semaine, à chaque semaine, ils passaient les journées chez eux ou dans le commerce, ou quand on les quitte pour une saison, ils sont qui doivent nous donner des hommes complets, amma dans le dur des hommes, ou la amma dans le commerce qu'ils ont, mais en plus le commerce qu'ils ont dans le jour qui est de brûler. Les articles et produits de la contrebande en provenance de la zone espagnole du Nord du Maroc était commercialisé هذوك السلعه ديال لا كونتربوند اللي كتجي من الشمال ديال المغرب من المنطقه اللي فيها اللي كتحكم فيها اسبانيا. هاد السلعه كلها ديال لا كونتربوند كانت كتباع وتشرى على يد هاد الثمانية ديال المجرمين اللي قتلوا عمر بن جلول، هما اللي كانت عندهم الحق باش يبيعوا هاد السلعة في السجن. Ils occupaient à eux seuls un pavillon prévu pour 150 détenus. هاد الثمانية ديال المجرمين كانوا بوحدهم قابتين ان بافيون اللي كيكونوا فيه 150 ديال المسجونين. سو بافيون ديسبوزي دو دو سورت دو ليبر سيرفيس. هاد لو بافيون اللي كانوا فيه هاد المساجين كان فيه جوج ديال الانواع ديال ليبر سيرفيس. ليبر سيرفيس بلان دو مارسونديز et de produits alimentaires. هاد لي ليبر سيرفيس كانوا عامرين بالسلعه ديال الخضره وبالسلعه اللي كتجي ديال لا كونتربوند من الشمال ديال المغرب. Tout ces marchandises provenaient de la cuisine et du magasin de la prison. هذيك السلعه ديال الخضره
لكن اللي كانوا كيبيعوا كانت كتجي كلها من المطبخ، من الكويزين ديال السجن، وكتجي من المغازين ديال السجن، وكتجي من الجوطية ديال الدرب غلف، و ايتي اشتي ا موتي بري، ولا كانت كتجي مشرية غير بربع تمن من عند لي مينور، هادوك الشباب اللي مسجونين وكيجوا عندهم الاهالي ديالهم في الزياره الاسبوعيه. هادوك الشباب اللي كيكونوا مسجونين اللي عندهم قل من 16 سنه تيبيعوا هذيك السلعه، ديك الشيء اللي كيجيبوا ليهم الاهالي ديالهم، ديك بحال الحليب ولا بحال لي برودوي ليتي بحال دانون وبزاف ديال الحوايج بحال هذا الشكل. هاد السجناء الثمانيه المجرمين كان عندهم المونوبول ديال التليفون فيكس، كان عندهم الحق في التليفون فيكس باش يتكلم فيه اللي بغوا هما، وكان عندهم الحق في التليفون بورتابل، كان هما اللي عندهم هاد 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 التليفون الفيكس، وهما اللي عندهم التليفون بورتابل. كان عندهم داخل السجن دي زونتين بارابوليك، داخل السجن هاد 8 سجناء كان عندهم الحق باش يكون عندهم دي بارابول، دي زونتين بارابوليك، كان عندهم الحق باش دايرين لي زونتين ديال البارابول، كان عندهم الحق باش يبيعوا لي زارتيكل ميناجي، كانوا كيبيعوا داخل السجن الثلاجات ولي كويزينيير، هاد الشهادات يبيعوه للسجناء اللي عندهم اللي عايشين في واحد الكارتي ديال البورجوازية. وكانوا عندهم الحق باش يبيعوا الكارو، وكان عندهم الحق، وكانوا كيبيعوا كذلك حتى المشروبات ديال الخمور، كاع لي بواسون الكوليزي كانوا كيبيعوهم، بحال لابيير والويسكي كانوا هما اللي كيدخلوه وهما اللي كيبيعوه داخل السجن. وهذا الشيء كانوا كيديروه ديسكريتمون، يعني هذا الشيء كانوا كيتاجروا فيه داخل السجن، يعني بسكوت بيناتهم بلا هرج. Pendant toutes ces années d'emprisonnement, في جميع هاد السنين اللي قضاوها في السجن أو ما يسمى السجن، هاد المساجين بثمانية اللي كانوا عندهم ستاتوي بوليتيك جمعوا واحد الثروة كبيرة، أفي أماسي أون فورتين، إي تروفي لو موايان دو سو ماريي، دونفونتي voire de devenir des propriétaires immobiliers. فهاد المدة يدوزو في السجن، هاد ثمانية ديال المجرمين جمعوا الفلوس وتزوجوا وولدوا الولاد ورجعوا ملاكين ديال العقار، مع أنهما هما داخل السجن. L'argent qui avait servi de fonds de roulement, le flux qui était utilisé comme fonds de roulement, fait une tijara complète dans le prison,
هي اللي جات هي الفلوس ديال الحرام، فلوس المسخة اللي جات في الكونترا ديال القتل الهامجي ديال عمر بن جلون يوم 18 ديسمبر 1975. En janvier 2004, les deux derniers assassins, encore en détention, furent libérés dans le cadre d'une grâce royale qui s'étendit à plusieurs détenus politiques. En janvier 2004, هاد جوج ديال السجناء المجرمين اللي كانوا بقاو من دوك التمنية اللي كانوا بقاو من وراهم خرجو تا هما، تعفى عليهم واحد الإعفاء ملكي اللي تلقوا فيه كذلك رجال سياسيين اخرين. وهكذا غادي تمات القضيه ديال عمر بن جلون. هاد القضيه اللي كان العالم كله هضر عليها ماشي غير المغرب، هذه كانت واحد لانجستيس، واحد القضية غير عادلة اللي تمت بعد واحد الاتفاقية ما بين المسؤولين ديال لاديستي وما بين المسؤولين، ثلاثة المسؤولين ديال الشبيبة الإسلامية، المسؤولين ديال دريسي وهما دريس البصري محمد العشعاشي زائد هذوك الربعة ديال الضباط اللي هما المسناوي سكا عبد القادر و جوج اخرين اللي هاد الساعه ما كاينش دوما دو لا ميموار اللي غنقولهم من بعد. هاد أربعة ديال الضباط زائد دريس البصري ومحمد العشعاشي هما يتفقوا مع ثلاثة ديال الشافات ديال الشبيبة الإسلامية اللي من جهتهم كانوا كيتحكموا في العداد ديال الشباب اللي دايرين الحياة واللي مع الجهل ومع قلت الفلوس وقلت قلت الخدمة وقلت الفلوس اللي كانوا عايشين فيها كانوا كينفذوا جميع الأوامر جميع الفتوات توت لي فتوى ايتي اكزيكوتي فيديلمون بار سي جون باربو ا ليسبري كريمينيل. هاد النوع ديال الشباب الضايعين، الشباب
مستعدين يديروا اي حاجه مقابل شويه ديال الفلوس. هادو هما اللي داروا حد للحياه ديال زعيم كبير ديال اليسار المغربي اللي اسم ديالو عمر بن جلون. راني باقي ما ساليتش، باقي حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم وإلى اللقاء إن شاء الله.